ازي حضرتك. هل ما تكلم به الدكتور محمد مرسي من انه تم اطلاق سراح جميع المدنيين المحكوم عليهم عسكريا، هل هذا الكلام صحيح ام لا؟ الحقيقه هو كلام غير صحيح بالمره، هو خطاب مضلل بالدرجه الاولى، والكلام ده مش كلامنا، ده كلام المسؤولين المحاكمين عسكريين المدنيين المحاكمين عسكريين الموجودين جوه السجون. موجودين الان جوه السجون. طبعا يعني احنا في مجموعه تلاقي المحاكمات العسكريه المدنيين زي ما اعلنا اكثر من مره، بنتكلم عن المدنيين اللي اتحاكموا عسكري وبندافع عن قضاياهم، ودول اللي احنا نعرف عنهم وما اكثر ما لا نعلم عنهم يعني. لكن على الاقل اللي احنا عارفين عنهم، عارفين ان في ناس مدنيين حكموا عسكريا قبل وبعد رئاسه محمد مرسي للدوله، يعني في حكموا في وجود الرئيس محمد مرسي، وفي من حكموا قبل ان يتولى الرئيس محمد مرسي الرئاسه ولم يفعل شيئا لهم. رغم انه شكل لجنة لفحص حالات المدنيين اللي حكموا عسكريا وخرج بعضهم، إلا أن يتبقى آخرين موجودين جوه السجون لم تفعل لهم اللجنة شيئا. فعندنا مثلا في التقرير النهائي للجنة حماية الحريات الشخصية اللي شكلت بقرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2012 بقرار مرسي نفسه، اللجنة بتقول في تقريرها الرسمي في بيانها الرسمي ان موجود 1100 مدني محاكمين عسكريا وبيقضوا احكام عسكريه جوه السجون. طب دولت المحاكمين عسكريا بتهم سياسيه مثلا ولا المحاكمين عسكريا بتهم جنائيه؟ لا، خلينا يعني نتفق على حاجه، انه ارفض فكره ان يحاكم المدني امام القضاء العسكري ايا كانت التهمه. ده صحيح، انا متفق معاك في ذلك، لكن انا بس بحاول افرز هؤلاء المحكوم عليهم، هل هم كلهم يمكن علشان كده الدكتور محمد مرسي قصده المحكوم عليهم عسكريا بخلفيه سياسيه تم الافراج عنهم، اما الاخرين المحكوم عليهم بخلفيه جنائيه لم يتم الافراج عنهم حتى اقدر اوازن. مع التاكيد على رفضه يعني كمجموعه لفكره الفرز عموما، وان احنا ضد مبدا محاكمه المدني اذا قضاء عسكري، الا اننا اللي انا هقول لحضرتك برضو يعني احنا عندنا لو يعني ال 1100 دول هم بس اللي اتكلموا عنهم اللجنه في وقتها حين صدر البيان النهائي لهم، لكن هناك اخرين لم تعلم عنهم اللجنه شيئا ولم تفعل لهم شيئا، عرفنا عنهم بعد صدور قرار اللجنه النهائي وبعد صدور قانون العفو الشامل من الرئيس محمد مرسي ولم تفعل لهم اللجنه شيئا. فهناك جنائيين التهم المعلنه ليهم تهم جنائيه، وهناك اخرين تهمهم ليست جنائيه يعني. وخليني اتكلم حضرتك اكتر عن التهم اللي هم تهمهم ليست جنائيه وحالاتهم واضحه جدا، زي مثلا محمد ايهاب. محمد ايهاب ده طفل عنده يعني حينما حكم كان عنده 17 سنه في 2011، وحكم عليه 15 سنه سجن محكمه عسكريه بتهمه حظر التجوال والتعدي على ضابط قوات مسلحه، طفل عنده 17 سنه. قضى اول شهور من العقوبه دي في سجن طرق شديد الحراسه بالمخالفه للقانون مع الجنائيين اللي هم الكبار، يعني كان متخالف مرتين ان هو حاكم عسكري، وقضى جزء من العقوبه كمان في سجن طرق واتنقل بعد كده لسجن فيوم العمومي. محمد ايهاب لسه في سجن فيوم العمومي بيقضي عقوبه 15 سنه، لا اللجنه افتكرته ولا حتى خرج بقانون العفو الشامل اللي هو بينطبق عليه معاييره حسب المعايير اللي اعلنوها في قانون العفو الشامل. عندنا قضايا ثانيه، عندنا زي ولاد الحاجه بدريه، دي عائله في جنب اسكندريه، بسبب خناقه بين عائلتها واولادها وعيله ثانيه كبرت الحكايه، اتصلت بالشرطه العسكريه تستنجد بيهم، قبضوا على اولادها وعلى اولاد خالتهم وعلى ابن عمتهم وعلى ثلاثه من العمال اللي عندهم، واخذوا عقوبه 10 سنين وما زالوا بيقضوا الحكم في سجن الحضر. عقوبه برضه بالعقوبه عسكريه يعني، قضاء عسكري يعني. دي احكام عسكريه، انا كل اللي بكلم عليه حضرتك امثله لحالات محكوم عليها باحكام عسكريه في قضايا لا تمت للاتهامات الجنائيه بشيء. بقول لحضرتك خناقه بين عيلتين، بقول لحضرتك طفل متهم بحظر التجوال يعني، وما اكثر الامثله يعني. واحد عندنا محمد زكي ده واحد من المطرين الاهليه برضه حكم في 2011 عسكريا، لان هم كانوا رايحين يقبضوا على عمه ما لقوهوش عمه، اخذوه من البيت بدلا منه مساومه للعيله، قالوا هاتوا عمه خرجوه.
محمد زكي شاب صياد بسيط كان بيجري على اكل عيش عيلته، عنده 31 سنه وطفلين. محمد زكي بيقضي عقوبه 10 سنين سجن في سجن طنطا العموم. طب هل عندنا حد بخلفيه سياسيه بقى غير دولت؟ يعني خلفيه سياسيه واضحه مثلا قبض عليه في الاحداث؟ احمد الدكروري. احمد الدكروري ده شاب كان خرج حدث التظاهر امام هيئه قناه السويس بعد ما اتباحت الالترس اللي حصل في بورسعيد. تمام؟ احمد الدكروري اتهم واتقبض عليه بعد كده اثناء وجوده في لجنه الانتخابات اثناء اجراء الانتخابات الرئاسيه بتهمه ان هو اشترك في الاحداث دي قبل كده مع اخرين، وحكم عليه سنتين سجن، رغم ان هو الثمانيه اللي كانوا معاه في القضيه خرج منهم سبعه وما زال هو بيقضي العقوبه امامه سنه كمان بيقضيها في السجن. اي عقوبه اي جنايه في هذا الموضوع. يعني الراجل خرج في احداث التظاهر اللي هو المفروض قالوا في قانون العفو الشامل ان كل من خرج في احداث التظاهر المناصره للثوره. يعني فالامثله كتير، انا قلت لحضرتك الامثله امثله متعدده عندنا. يعني حتى نعرف الناس بحمله لا للمحاكمات العسكريه في نبذه بسيطه يا استاذ محمد، حتى الناس يعني يتابعوا انه حضرتك بتتكلم عن يعني شأن انتم ادرى به من يعني من زمن ليس الان. يعني نبذه بسيطه كده عن هذه الحمله. طيب هي مجموعه المحاكمات العسكريه للمدنيين، مجموعه من المواطنين المصريين اللي هم نشطاء وصحفيين واعلاميين وفنانين ومواطنين عاديين خالص، اجتمعوا في بعد قيام الثوره، يعني في مارس 2011 بعد فض اعتصام كان موجود امام مجلس الوزراء، وكان بدايه معرفه المجموعه عن ان في حاجه اسمها محاكمات عسكريه للمدنيين بعد الثوره. يعني وكانت حاله عمرو البحيري اول حاله عرفنا عنها اللي اتحاكم عسكري في وقتها. ومن وقتها يعني والمجموعه بتعمل على قضيه المحاكمات العسكريه للمدنيين وبترفضها، لانه المفروض ان المدني يحاكم امام القضاء الطبيعي وهي الجهه الطبيعيه لمحاكمته، ولا يوجد اي سبب يدعو لمحاكمه المدني امام القضاء العسكري ايا كانت الاسباب. المجموعه يعني بتشتغل في نطاق امكانياتها المحدوده، بنحاول نوصل للناس والاهالي عن طريق الاعلام ووسائل الصحافه زي حضراتكم والقنوات التلفزيونيه، زائد بعض الشغل الشارع او عمل الجمهور للحمله لاعلان او لايصال الفكره للناس وشغل الحمله عشان يوصلوا لنا. شكرا. معظم الحالات اللي كنا بنعرف عنها كانت غالبا حالات بالصدفه، لان الناس المحاكمين عسكريا غالبا في مدار السنتين اللي فاتوا اكتشفنا ان هم الحقيقه من الطبقه الفقيره في معظم الحالات، من الطبقه محدوده الدخل، اللي هم مشغولين اكتر بحياتهم كل يوم باكل العيش زي ما بيقولوا، ومش فاضيين يتفرجوا علينا يعني للاسف. شكرا. ده باختصار يعني شغل المجموعه. شكرا استاذ محمد فوده عضو حمله لا للمحاكمات العسكريه عندك.